صباح السلام عليكم. فرحانة بزاف 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 لأن درجة الحرارة 25 وأنا غدا انتخب اليوم. اليوم عيد بالنسبة للدنماركيين اللي هو اليوم ديال الدستور، وفيه ديال الانتخابات ضربين. هو أصلا عيد ديال دستور من زمان وديري اليوم انتخابات. المهم سنقول لكم حرارة بزاف. هالورقة ديال الانتخاب هي حاطين تقلب هكا. ايوا لا تقلب هكا، تلفت مع الشمس. المهم راه الناس كلهم جايين للانتخابات، عندنا من 8 حتى 8 ديال الليل. من 8 حتى 8 ديال الليل ان شاء الله باذن الله. ف غادي نتاخبوا ونرجع نشوف شنو غادي ندير. المهم كاين حراره. ثاني يوم ديال العيد، بناتي راهم صايمين 6 ايام شوال وانا صراحه ما قدرتش. المهم البارح قالوا لي ماما خصنا نديروا النيه، قلت لهم اكيد بحال رمضان ديروا النيه باش تصوموا 6 ايام ديال شوال، وحاسبينها بانه غتسالي نهار 3 من دابا حتى 3 ان شاء الله باذن الله. هذا المكان قطع الجهة الثانية، هما تيديروا الانتخابات في المدارس وتيختاروا باش ما يضيعوش الدراري، تيختاروا الوقت اللي غيديروا فيه الانتخاب باش تكون مدرسة سادة، يعني يكون شي عيد يكون شي حاجة. فاحنا غادي نشوفوا دابا اش غادي نديروا. اكيد الصور غيكون ممنوع الداخل لانه هذا الشيء تيكون سري. المهم الدراري خليتهم ناعسين، انا قلت نوض. المهم ها ماشي ديال الانتخابات. هذا شي باش غادي نديرو. المهم متنبغيش نصور الناس. المهم اول مره كنشوف هذا كنشوف الدنيا عامره على ود الانتخابات. بغينا نحيدوا داك الحزب العنصري. المهم خص العرب كلهم اللي ساكنين هنا خصهم يتكاتفوا وينتخبوا. المهم خديت الورقه ديال الانتخابات، غادي ندير سوسيال ديموكرات. المهم المهم راه منتخب، هادي شي حاجة غلطة هنايا. المهم انتخبت ساليت ولبس عليهم الحمر بحال السوسيال ديموقراط. المهم لأنو عارفة هداك الحزب ديال سميتو المهم الليبرالي كنظن ما غاديش ينتخبوه لانه مع الاجانب كيفي ما غاديش ينتخبوه. فقلت انا منتخب السوسيال ديمقراط، والسوسيال ديمقراط راه قوي، اذا جانا راه غادي تكون الاوضاع مخيره لينا كعرب كاجانب. حنا واخا يكون عندك جنسيه، عندك 50 عام جنسيه، ما عمرك كتعتبر راسك ولد البلاد اكيد. فاحنا كنلقاو عرب مسلمين ان شاء الله باذن الله، او عمرنا ما ندمش نهائيا باذن الله. يعني مستحيل باش ندمش، نهضر على راسي انا كاين بزاف اللي
كيجي غير عام وكيهدمش. انا لا اوهو اوهو ما ندمش، ما نقدرش ندمش نهائيا. مهم شي اللي كاين، واحد الحراره، واحد الحراره ما نقول لكمش. نتمشى شي شويه لانه عرقتها رغايف وحلوه. هاد الصباح المهم شربت اتاي بزاف، عرفتي راه بالحراره ما كنقدرش نتحملها. حتى ملي كنت في المغرب ملي كنت صغيره ما كنتش كنقدر نتحمل الحراره. مهم نمشي نشوف واحد المهم كنتمشى انا فين ما داوني رجليا، غادي نتمشى غير شي شويه ونرجع للدار لانه الدراري باقيين ناعسين وغيصوموا 6 ايام ديال شوال ان شاء الله باذن الله. مهم فانا نحيدوا لينا هذه الانتخابات. المره اللي فات الاسبوع اللي فات ماشي الاسبوع اللي فات جوج سيمانات هذه ما انتخبتش، كان عندهم هذاك الشيء ديال الاي او ما انتخبتش، ولكن قلت اليوم نحيد عليا اللومه حيت منين خديت الباسبور ديالهم هنا 1999 ما انتخبتش. يلاه يمكن شي جوج المرات حياتي كامله ما كنتخبش. تنقول هما بلادهم هادي عارفين بقوانينهم وعارفين باللي تيحتاجو، فالصوت ديالي انا لا ما غاديش يدي ما لا يعني لا يغني من جوع ولا مش عارفه ايه. المهم يعني ما كانش عندي مهم نهائيا، كنت كنفكر في هذه القضيه كيف فين ما انتخب ما كنتش كنتخب. ولكن جميلة صاحبتي مسكينة قالت لي لا خصنا ننتخبوا، وبالفعل عندها صح لانه العرب كلهم قالوا لا ما ننتخبوش، راه حتى حاجه ما غادي تجدد في هذه البلاد. المهم انا كنريح شي شويه، كنوقف ماشي كنوقف غير انا كندير واحد الباوزا ديال فيو سكندز ايوا سيدي، ومن بعد كنكمل المشوار في الطريق. قلت غنتمشى ضروري لان كنا صايمين، كنا في ريجيم رباني سبحان الله، كنا صحيين بزاف بزاف، كناكلو شي شويه وكنريحو المعده ديالنا، الدواره كنريحوها. جا العيد خربقناها، ومن هذا المنبر كنشكر جميله دوزت عند البارح السهره ديال العيد، نهار العيد يعني دازت زوينه الحمد لله. هضرنا ضحكنا نشطنا كلينا الحلوه، دارت الحلوه تبارك الله وذوقات دراري ولادي شكرا. درنا البارح تبادل تجاري رغيفات وحلوه. مهم واحد الحرارة ما شاء الله ما شاء الله. أنا لابسة تيشيرت وياس واو الحمد لله وشكر لله يا ربي. حرارة احنا محتاجين لهذا الشميسة هذه لأنه احنا صراحة غملنا بكل ما معنى الكلمة من معنى والله صراحة. بحال اللي قلنا اليوم عيد الدنماركي اللي هو اليوم الدستور، كل شيء سد، كل شيء الأبناك الأطباء كندور حتى لي سوبر مارشي المدارس. مهم بس كيف الانتخاب اليوم المدارس كلها غيكون فيها الانتخابات من 8 الصباح 8 ديال الليل. مهم درنا اللي علينا انتخبنا، واول مره بصراحه يمكن في هذا الوقت هذا اللي مشيت فيه اول مره كنشوف بانه
كاين بزاف ديال العرب اللي مشاو ينتخبوا صراحه. يعني ولات عندنا في هذه البلاد هذه ثقافه الانتخاب صراحه، لانه حنايا ما كناش مهتمين في الاول، تنقولوا حنايا غير ضياف في هذه البلاد صراحه. ف تنقول كل تقريبا تنقولوا حنايا ما سوقناش، ولكن دابا ولات عندنا هذه لانه الصوت كيفرق. واحد المره واحد العام انا كنت ندمت اللي ما انتخبتش، لانه كان خاص غير شي شويه ديال الاصوات، واكتشفنا بان العرب ما انتخبوش. فلو انتخبوا العرب غنقدروا نديروا تغيير كبير صراحه. مهم عرفتي الشمس حراره، الحمد لله ما نتشكاش، والله ما نتشكى. شتي واخا نتحرق بالشمس دابا ما نتحرق، ما غاديش نتشكى. هذه مدرسه اخرى. مهم انا هربت له الظل، راه قلت لكم شتي بنادم راه ما تيحملش الله، كنعترف بها، انا نهضر على راسي. صراحه ما قدرتش الحراره. مهم ولفنا البرودية هنا، هذه حاجه حتى هي الخايبه اللي في هذه البلاد. ولفنا البرودية. يعني صراحه كنا مشينا في الصيف للقاهره ودخلنا لحديقه الحيوان، هذه طرات لنا فيها واحد الحاجه نقول نذكرها. المهم فالدراري ديجا خلقاني هنا وداكشي، وانا ما خلقناش هنا ولكن تعودت. مشيت لحديقه الحيوان ما عرفت شحال كانت الحراره، المهم كنت فوق 46 47، وحنا كنا غاديين في طقس يعني عادي. والله العظيم الا ولاو الناس كي باباهم شد الماء وبدا كيحد الديانو ديالها، كانوا صغار بدا كيدير عليهم الماء باش ميموتوش، بدا كيخوى عليا حتى انا الماء، لانه صراحه كنت في حاله لا يرثى لها. المهم حنا غاديين هذه الى بنت، انا ما عرفاش الى بنت هذه خاصه الدراري تمشيو فيها، انا غادي نوريها لكم. يما هذه منطقه انا غنوري لكم اللي نوصل لها دابا، حنا وصلت لها تقريبا هادشي 5 دقائق. اوف هادو اللي قلت لكم عليهم تاع الراديكال، اللي هما هادو الراديكال. المهم انا خديت لانه عارفه بان السوسيال ديمقراط هو اللي غادي ياخذ، كاين بزاف ديال الاصوات ديال السوسيال ديمقراط. قلت لكم هذه المنطقه هذه كنت كنجي فيها، حنا بزاف ديال البنات صحابات جميله يسرى مجيدة، المهم صحابات بزاف ما نقدرش نذكر كلشي الاسماء. كنا كنجيو كنجيبوا الماكله ديالنا الطناجر ديالنا، كنا كنفطروا هنايا الصباح رغيفات خيمرات بغرير، نجيبوه قهوه واتاي ونجلسوا. فهذا مكان صراحه غالي على قلبي بزاف بزاف بزاف، وماشي غير انا، كاع البنات اللي كنا كنجيو فيه حنا وصلت ليه، كله طبيعه. وفيه الا بقاو هذوك المعيز حاطين فيه شي معيز، انا غنشوف دابا الا كاينين. مهم منطقه زوينه فيها الطبيعه، شتي المشي مع الحراره كلهت. المهم غادي ندخل نشوف راه فيها تصليحات كيصلحوا، عرفتي راه شحال من عام ما جيتش ليها وهي حدا الدار، كنت كنجي لها بالطوموبيل صراحه، ما عمري تمشيت ليها، كنت كنجي الطوموبيل هنا الباركينغ ديال المكان. انا غنشوف دابا نوصل ليها.
مهم هنا كيف ما كتشوفوا دجاج هذه دايرينها بحال شي مزرعه صغيره فيها دابا نوريكم اش كاين فيها هما تياكلوا المهم هنايا انا ديال الحصان بلات نشوف هاهما هنايا ديال الاحصنة انا خاص ديال الاحصنة وهي هنايا خاص بالقنيات هاهي هنا خاص بالناس اللي كيدخلوا يحافظوا على القنيات ارانب هنايا حاطين معلقين ليهم كاع انواع ديال السكاتات هانتوما ديال لي بيبي دايرين ها ديكورات هاي وين كاع فين ما كاين شي سكاتات دايرينهم ديكور زوين فهاد الشجر هكا دايرينهم شوفوا على المنظر ديال السكاتات سبحان الله رضاعات ما عرفت علاش بصراحة ما نقدرش نفيدكم لأن أنا أول مرة كنشوف هاد الشيء كنا كنجيو سنين طويلة كل نهار ما كانش هاد الشيء كاع أنتم شوفوا هادو الناس اللي فطموا الدراري عاد كتبين الناس اللي فطموا الدراري ديالهم من السكاته حاطين هذه حاطه 2018 وهذه حاطه فافيل السكاته يعني استغنى الولد عليها وجاو دايرينهم هكا ديكور صراحه روعه والله شوف كل سكاته فيها تقريبا سميه ديال البيبي وحاطينهم وكاع اللي كاع السكاته اللي استعملهم خلال عام ولا ما عرفت شحال ولا عامين جاو رموهم هنا صراحه فكره رهيبه شوفوا فكره رهيبه ديال هاد السكاتات هادو هاد المنظر هذا روعه والله عجبتني صراحه هانت يا جميل هانا دابا في العربيه هانت ها المعيز ها هم هاد البلاصه هادي ديال المعيز خساره ما جبتش معايا لي بات كيبغيو لي بات كياكلوا لي بات خضر بلا ما يطيبوا عقلتي كنا كنعطيهم لي بات شحال هادي حسيت راسي والله الا حتى الريحه ديال هاد المعيز هذا كانه جالسه في عربيه هانت هربوا عليا نجيبهم نجيبو هادي عاقله ها هي سبحان الله مأدبين ما كاين لا ركيل لا حتى شي حاجه اجي خدي معايا سيلفي اجي شتي سبحان الله بنت لي بحال حامله مسكينه حتى وحده اخرى راه حامله سبحان الله شي مسكينه الله يفك حالك على اختي على خير مهم شي شوف اخرى هربانه هادي قاسه كتاكل هاي هاي كو هاد المعيز شتي هنا الناس كتجي كل نهار صراحه وهذه بعيده على داري بست دقائق شتي كتاكل مع راسها دير معاها سيلفي هي كتصور اوبس خلعتني
بيقعد يرسل في المعاد. المهم هيا ندير معاها تايا سيلفي الاخرى جايه. هذا البيت ديالهم في تيكلز صالون مساكن. المهم كاع الناس كتجي لهنايا كتبسط وكتمشي بحالها. هادي مسكينه حامله هاد الكحله هادي. هانتوما هذا دخلت عندهم. هادي حامله هادي. هادي قربت تولد هادي. هادي عندك كتنطحني. هادي مسكينه حامله. هاربي. المهم قلت غنريح شي شويه عيط. انا شفت المعيز دابا شحال هادي ما جيناش صراحه. المهم عاد مشي تحرك لي شي الحراره كي دايره. ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللهم بارك يا رب. عيط. المهم نحرق هذاك الشيء اللي كليت دابا حيت ما كاينش رمضان. اللي تكالت خصها تحرق. هذا مكان ما تنساوش فيتني في العيد. المهم جيت لهنايا نتذكر الذكريات. ها الطابله كنا كنجلسوا فيها وديرينها الفوق بحال هكذا شتو بحال شي خيمه د الخشب. هي راه خيمه د الخشب. المشكله انه انا جيت لهنايا وما جبتش معايا الماء، ولكن كاين داخل فين نشرب. كاين الكوزينه وكاين القاعه فاش تجلسوا وكاين الكمبيوترات. يعني صراحه دايرينها زوينه للعائله كامله، سواء ناس سواء معهم دراري سواء دراري صغار يجيو. لا خوف عليهم صراحه، ما يخافوش عليهم على والديهم. حيت كاينين هنايا الناس اللي خدامين على هذه القضيه هذه كينتبهوا على الدراري. المهم غير يجي شي واحد يقول لهم راه ولدي جالس هنايا ماشي مشكل، يعني كاين اللي كيردوا عليهم البال. انا جيت للظل بعد المعيزات. جيت قلت نشوف قلت نشوف نرتاح غير شي شويه وبغيت نوريكم واحد الطبيعه كنا كنجلسوا فيها في نفس المنطقه. دابا نوريها لكم. نمشي ليها. المهم هنا كي كتشوفوا دايرين لهم تاع الباسكت بين فين يلعبوا الدراري. ما قدرتش نصور لكم الطياشات وداك الشيء تماك اللي كانوا فيه دراري صغار ما نصور. وهنا اللي كيبغي يلعب هادي يمكن كنضل فولي ولا فوتبول ولا ما عرفت شنو. هادشي تخربق ما بقاش بحال اللي كان. غنوريكم شنو كاين اخر. المهم انا هنا في الطياشه شتي الحادقه. اليوم العيد ثاني عيد خصنا نشطو خصنا نلعبو. ويلي بربر غنطيح. ما جبتش الصبر ديالي جبت غير مشتاه. ماشي مشكل هادي الطياشه. ايوا ارا برا. ايوا علاش لا ما ندوزش العيد. مهم اوبس انا دابا حيت من الطياشه نمشي لطياشه اخرى. هذه اكيد ما نطلعش لها لانه انا كبيره وغليظه ما نقدرش. واخا راه الواحد يقدر يديرها نزلق ماشي مشكل، ولكن ما بغيتش نديرها صراحه. ودابا هذه سخونه ودار نار على هذه الحراره هذه اللي فيها، فما نقدرش نديرها. نوريكم طياشة اخرى. اوبس هذه يا ما طشت فيها. هذه هنا كنا كنجيو هذه سنين 2009 تصوروا 2009 ما جتش لهذه المنطقه هذه. وهذه المنطقه هذه بالضبط هي اللي عرفت فيها بانه انا كنت كليت رغيفات. كانت يجيني شي وجع عادي فما كنتش عارفه شنو هو السبب. المهم كانوا صحاباتي الله يكثر خيرهم كانوا جايبين رغايف. المهم كل واحد شنو جاب. جيت انا كليت رغايف. ان فكليت رغايف هو تشدني الوجع ديال المراره.
وانا ما كنتش عارفه بان وجع ديال المراره، لان الدكتور ديالي كان قال لي قرحه في المعده، ولكن طلعت ماشي قرحه، انا كنحاول نطيش. ما علينا، خديت الطوموبيل ديالي مشيت للسبيطار. ملي مشيت للسبيطار شدوني وداكشي، عطوني بعدا الدواء ديال الالام، كان المورفين، كان الدواء اللي هو تيكون دولول، يا ربي دولول، لانه كان واحد الوجع ما نقولكمش. وهذوك الرغايف بديت كنشكر صاحبتي مده طويله، تنقول لها كم الرغايف ديال كاع ما نعرف المرض ديالي وكاع ما ندير العمليه، كون تفرقعت لي المراره في الكرش لانه كانت عامره بالحجر. ما علينا، المهم في السبيطار جات الدكتوره دارت لي السكانير، قلبات، شافت الاعراض، داكشي قالت لي عندك المراره وخصك تحيديها، وحيدتها. فمن هذاك الوقت كنتذكر، من 2009 اللي درت العمليه، تذكرت دابا بانه من تما انا ما جيتش لهنايا. سبحان الله، حسيت راسي راني حماريت، حراره، سخنت. ما علينا، نشوف. المهم انا طشت شي شويه مع الثقل، شي واحد اللي طيشني، ما قدرتش نطيش راسي. نوريكم حاجه اخرى. مهم، انا دابا دايزه هكذا شي شويه ديال الظل، حيت كنهرب من الحراره. مهم، خصني مفروض ندوز لهي سدات ولا شنو هادشي. شي تبدل، كانت الطريق اللي هي كنا كنتمشاو فيها، هما راه دايرين السهم حيت كيصلحوا، راه قاسين يصلحوا، ولكن كي غندوز هذيك الطبيعه اللي بغيت نوريكم. لا نشوف، هنا مسدوده، هنا هانتوما شايفين، لا ولكن نقدر ندوز، انا ما كاينش اللي يوقفني. المهم كاتبين هكا، انا ما عرفتش شنو دايرين، هادشي مسدود. هنا ممنوع، هما كاتبين كاتبين البسكليتات والناس، اذا لا نمشي نشوف، خساره سيصلحوا فيها. كنت جاي عوالي باش نوريكم هادشي، ما عرفتش، غنسول واحد المره. هنا حاطين لينا، هنا نقدروا ندوزو، لقيتها اخيرا، اكتشفتها. انا غنمشي نشوف شنو كاين، ولكن راه سنين طويله وراه كيصلحوا كيصلحوا صراحه، داكشي باش ما عرفتش. سنين طويله ما جيتش، هذه عتيكي غتولي كتحمق، لان ديجا هي كتحمق. شوفوا هنايا كنا كندخلوا كنلعبوا بحال شي قصر. بلاتي نشوفوا، نمشي نشوف ليه الجهه الثانيه. كنت كندخل انا والبنات وولادنا كاملين، كنا كندخلوا ما غاديش، غادي بعيد عليا، ولكن غنمشي، لا خليها تم بعد، شي تردد كيدير معني، ما نقول بعيد عليا تم بعد. المهم هذا هو، هذه هي اللي كانت كتبان لكم الداخل، هاي الداخل كتبان، ثم هذيك بحال شي قصر كندخلوا ليه ونطلعوا ونهبطوا ونزلوا. المهم قال يعني قال وما شربتش الماء، ماشي مشكل. رجع لهاد البلاصه هنا، هي هذه، ها هي تبان لكم هنايا مزيان، هي هذه دايره شتي بحال القصر كنا كندخلوا. دابا اكيد جميله، ملي غتشوف الفيديو غتعرف هاد الاماكن كامله غتشوفها. مهم مهم، تجديد، هما حاطينها هنا، هاهي تجديد منطقة الغيميسة، باغي غادي يجددوها، غتولي غزالة، لأنه صراحة كنا كنجيو كنتعشاو فيها هنا، كنجيبو ماكلتنا ونجيبو كلشي ونجيو ونجلسو. صراحة ما غاديش نصور هنايا، هنا الليمن خلاتها حنان فاضل، الليمن أغوش غادي نصور تما حيت كاين الناس كيتشمسو لابسين مايوهات، ما غاديش نصور. المهم بحال اللي قلت، خسارة كتصلح، فما غاديش نقدر ندخل.
لو كان شي لابيسين دابا ولا شي بحر، واحد يدخل بحوايجه غير يبرد ويخرج. ما بغيتش نهضر معكم دابا، انا كنلهت نرتاح شي شويه صراحه، تمشيت بزاف والله. المهم شي نشوف شي قنت اخر يكون زوين جلس فيه. المهم انا حطيت الرحال هنايا في الارض، جالسه في الارض. المهم فهاد المنظر هذا ديال الطبيعه، يا ربي غير ما تكون شي حشرات. انا جلست بلا ما نقشع. المهم هنا اللي زوين انه كاين الظل، رحمه من رب العالمين. الواحد يجلس يرتاح شي شويه هنايا. يا ما وي الله، صراحه كون كنت جبت معايا شي حاجه نجلس فيها والله تنتكى البرد مع راسي عاد نمشي. اليوم اكثريه العرب راهم معيدين، منهم المغاربه بلادي الحبيب العز، هدرت معاهم عاد خرجت، معيدين وجاو عندهم الناس كيطلوا عليهم تيباركوا لهم في العيد، خالي وولادو ومرتو وهذاك الشيء كامل. المهم هذا الشيء اللي كاين. شنو بغيت نقول؟ انا ارتاح شي شويه ومشي باش نطيب لبنياتي في سبيل الله، راهم صايمين شوال. واخا صراحه صعيبه عاد سالينا رمضان ودخلوا لي في نفس الروتين ديال الفطور وداك الشيء، ولكن ما كاين مشكل. المهم انا ما قدرتش صراحه، يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، فانا صراحه كفايه عليا دابا رمضان. ان شاء الله من عيسى لي الصيف نبدا نصوم عاوتاني شي ايام ان شاء الله باذن الله، الا بغى الله ربي يقدرنا يا ربي على كل شيء. هادشي اللي كاين. كنظن حتى شادي راه صايم وداك باقي ناعس، كنظن صايم حيت ما كاينش مدرسه اليوم، ففرصه ليه بالنسبه له. هادشي اللي كاين. انا اصلا ما بقاتش عندي حتى الانرجي من بعد رمضان باش نهضر، الصوت مشى ليا واخا كنهضر بزاف، ولكن سمحوا لي لانه نتوما عارفين الغربه، واحد تيبغي يفرغ اللي في قلبه. هادشي اللي كاين. وانا ما كنحملش ملي كيكون شي عيد وكل شيء ساد، كنكره راسي والله. يعني هي الدنيا في هذه البلاد راه ديجا مسدوده، تجي تسدوها علينا حتى في الاعياد وتسدوا لنا المحلات، ولكن الحمد لله وشكر لله على كل حال. الحمد لله وشكر لله على كل حال. مهم اهم حاجه درناها هو الانتخابات، انتخبنا سالينا، بناتي تاع العشيه عادي نوضوا نمشيو ننتخبوا ضروري. مهم واحد يمشي ينتخب ما فيها بس، لمصلحتنا ومصلحة ولادنا ننتخبوا على وعسى ربي يصلح الامور، لانه احنا كنا عايشين صراحه ملوك في التسعينات. ملي جيت في التسعين كنا عايشين ملوك صراحه، تبرعنا في هذه البلاد ملي كان عندنا السوسيال ديمقراط، ولكن في هذه السنين هذه كرهت البلاد صراحه، لانه يعني جالسين فيها بزمننا على ود ولادنا وصافي، ما نقدروش. يعني احنا هي مسؤولين على هذه القضيه، احنا ولدنا في هذه البلاد فخصنا نتحملوا هذه القضيه، ماشي هما اللي ولدوا راسهم، فهمتوا؟ داكشي باش صابره، ولكن ربي ان شاء الله يسهل لينا يا ربي يا كريم. فبحال اللي قلت لكم الانتخابات بالنسبه للعرب اللي هنا اللي قدر ينتخب، اليوم هو اصلا غير اليوم اللي كاين انتخابات، فاللي قدر ينتخب يمشي ينتخب لينا كاملين ومصلحه العرب كاملين. او
هذا الشيء صراحة هذا الشيء اللي كاين ضروري خصنا نتاخذ. انا ما كنتش كنتاخذ لانه كان طالع لي الدم اصلا من القوانين الجديده اللي كانت وبزاف ديال الحاجات. فانا عاشرت 90 وعاشرت 2000 وباقي ربي عاطيني العمر ويعني عايشه هذه الفتره هذه. ف صوت ديال الطياره سعدات المسافر. المهم يا ربي تحن علينا يا ربي وتكون تاخذها سوسيال ديمقراط ولا راديكال. حيت انا قلت الراديكال مادام الدنماركيين عارفين بان الراديكال تيخدم العرب وتيخدم الاجانب فما غاديش يختاروا. يعني ماشي بزاف ديال الدنماركيين غيختاروا، غيختاروا العرب، فالعرب قليلين قلال بالنسبه للدنماركيين ولاد البلاد. فسكيفي خديتها من قصرها بحال اللي تيقولوا اخواتنا المصريين وقلت السوسيال ديمقراط. يا ربي بحال اللي طرا الكاتالونيا واسبانيا خدوها السوسيال. ف يا ربي كريم نرجعوا لهذيك هذيك الايام الزينه صراحه اللي كنا فيها. كانت البلاد بواحد النعمه ما تصوروش والله العظيم. كان الناس كلها كتحسدنا على الدنمارك. دابا اللي بغاها يجي ياخذها والله العظيم قسما بالله. يعني كانت بلاد والله. ولكن احنا يعني درنا شي مشكلات كعرب، درنا شويه الغلطات. ماشي انا ماشي انسى، ولكن كاين بعض الشباب اللي كانوا داروا مشاكل وكانوا داروا فالمهم تعقدت الامور. وما نهضروش على الشباب حيت انا ولدي راه طالع حتى هو غيولي شاب. فالمهم غير قلت زعما هما اش تيقولوا علينا هذا الشيء اللي كاين. المهم من هذا المنبر تنقول لكم كل عام وانتم بخير. يا ربي تعيدوا وتعاودوا 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 الى ما لا نهايه، او باش ما تمنيتوا في حياتكم كل اللي تمنيتوا في حياتكم. يا ربي سهل علينا كاملين، يا ربي حن علينا كاملين، يا ربي هدينا، يا ربي يصلح الامور ديالنا، يا ربي يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، يا ربي يحفظ لنا وليداتنا، يا ربي يهديهم الصراط المستقيم، يا ربي ما تاخذش روحنا الا وانت راضي علينا كل الرضا. فهذه دعوه ديال ثاني عيد لكم كاملين. قولوا امين يا رب العالمين. وبوسه لكم كبيره 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 بزاف. وفريده صافي رعيات ما بقيت قادره نهضر لانه الصاد غنمشي ناخذ الماء شرب هادشي اللي كاين. المهم قلت هذا احسن مناظر لو اختكم لابسه الكحل سروال الكحل لطيف عرفتي. ما كنتش عارفه هاد الحراره حتى خرجت في التليفون لقيت فيه 25 ولا 28 والله ما نعرف. كان دون 25 في الاول لكن دابا زادت حيت حنا كنحسوا بالسما قريبه لينا شي شويه فالحراره كتكون مشهده. هذا المكان من هذا النهار ومن ثاني يوم العيد تنقول لكم كل عام وانتم بخير. بحال اللي قلت لكم وراه طلعت لكم الدم بهذه الهضره بزاف بزاف. تنقول لكم بوسه كبيره ليكم كاملين 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 كل واحد كل واحد سميتو عندي فلاشين. بسلامة. كنسلم على المغرب كامل على الدول العربية كاملة. والله الله يكفينا شر الخلق يا رب. مع السلامة. باي.